أهلا بيكم. بعد شهرين من مقتله تشييع جنازة قتيل فيلا نانسي عجرم لمسواه الأخير، حيث شيع اليوم بسوريا جنازة محمد الموسي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد شهرين من مقتله، ونشرت محامية الدفاع عن الموسي رهاب بيطار عبر حسابها بموقع تويتر صورا من تشييع جثمان، وعلقت محمد الموسي إلى مسواه الأخير. وكانت رهاب قد أعلنت أن أسرة الدفاع عن المتهم محمد الموسي بصدد الإعلان عن مفاجآت وتفاصيل جديدة حول الحادث، وذلك بعد تسلم تقرير الطب الشرعي السوري خلال أيام، حيث يذكر أن فيلا نانسي عجرم كانت قد تعرضت يوم 5 يناير الماضي للاقتحام من قبل محمد الموسي القتيل الذي أطلق زوج نانسي عجرم الدكتور فادل هاشم النار عليه، وتم توقيف فادل هاشم قبل أن يخلى القضاء اللبناني سبيله، وما زالت القضية قيد التحقيق. في نهاية الفيديو لا تنسوش ادعمونا بلايك واعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.